بسم الله يا ابن الروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوجستين. فيها في الحلقه دي هنتكلم بتوضيح عن مفصلا كلمه الحق باستقامه او مفصلين كلمه الحق باستقامه. اللفظ بالعربي يحمل معنيين، اذا كان مفصلين ولا مفصلين. ده كان فيديو عملته قبل كده. النقطة التانية، لو مفصلين كلمة الحق باستقامة، الفتح الفيه يعني حاجتين، يا إما بتفصله يعني بتقوله على مزاج اللي بيقوله، أو يعني بتقوله بكل تفاصيله. وسواء قلناها مفصلين معناها ان انت بتعرف الحق صح، اوكي تمشي، او مفصلين يعني انت بتوضح الحق صح تمشي. لكن مفصلين يعني مش عارف تميز الصح من الغلط، وبتقول اي حاجة لل بيسمعك، دي الغلط. وده توضيح الفيديو السابق اتكلمت فيه عن وشية الآباء، الفرق ما بين مفصلين ومفصلين. اللفظ في العربي لو بفتح الفيه هيحتمل معنيين، يا معنى اللي هو مش عارف يميز وكاهن بيقول أي كلام ما بيعرفش يدي معنى الحق، يا إما هيدي إن كاهن بيتكلم بالحق بالتفصيل details. وده المعنى الصح، يا اما تتقال مفصلين وانت كاهن او شماس فاهم او شعب فاهم ان هو يقصد ان هو يقول الحق كله بتفصيله، او مفصلين يعني يقول الحق الصحيح. دي المعنيين الاتنين الصح بالنسبة لمفصلين كلمة الحق باستقامة او مفصلين كلمة الحق باستقامة. وقابلكم فيديو جديد مع قناة دكتور اوجستين. كان لازم اقول النقطة التوضيح دي عشان ما يحصلش غلط، وحد يحس ان انا غيرت في الكلام سواء بكتاب مقدس او من الخلاجة. مفصلين كلمة الحق باستقامة يعني truly define، يعني يعرف ويقول بالتفصيل، او مفصلين يعني يقول الحق حقيقي. لكن مفصلين او يكون المعنى المقصود يحمل المعنيين، ان هو اللي احنا قلناه، والمعنى التاني اللي هو مش قولت الحق بل تفصيل على حسب الناس وعلى حسب هواهم وتعاملاتهم وكده، لأ ده مش مظبوط. قابلكم فيديو جديد مع قناة دكتور ياسين. رغم محبة مشاركة الفيديو، عمل لايك وتعليق.